بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع الحروب الردة التي كانت في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد ارتدت قبائل كثيرة جدا من قبائل الجزيرة العربية ومناطق ومساحات من الجزيرة العربية، بعضها ارتد عن الإسلام وعاد إلى الجاهلية، عاد إلى عبادات الجاهلية، الأصنام والأوثان والتماثيل، وبعضها ارتد عن الإسلام وتابع متنبئا كذابا، وهذه رد أيضا عن الإسلام. وبعض القبائل ارتدت عن بعض شعائر الإسلام فمنعوا إخراج الزكاة أصلا، توقفوا عن إخراج الزكاة تماما، وبعض القبائل توقفوا عن بعض شعائر الإسلام فقد أخرجوا الزكاة ولكن لم يبعثوا بها إلى الخليفة، إلى خليفة المسلمين أبو بكر، أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وإنما أخرجوا الزكاة في مناطقهم والزوا في مناطقهم ولم يبعثوا بها إلى الصديق، أو لم يأخذوا منه إذنا أن يوزعوها ويفرقوها في أماكنهم، وكأنهم استقلوا عن الخلافة، عن المدينة، عن العاصمة، وانفصلوا عن جسم الخلافة. كل هؤلاء حاربهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد جيش الجيوش، بعث 11 جيشا إلى كل ناحية من نواحي الجزيرة العربية، حتى عاد الناس إلى دين الله أفواجا كما خرجوا منه أفواجا، واستتبت الأمور تماما في الجزيرة العربية بعد معارك طاحنة وشديدة جدا. وبعض القبائل الذين ارتدوا كانوا معروفين بالشراسة والقوة في القتال وكثرة العدد والخبرة في القتال وغير ذلك، ولكن الحمد لله رب العالمين، وفق الله الخليفة، وفق الله المسلمين في القضاء على هذه الردة في كل ناحية. وبقيت جهة لم نتكلم عنها في حروب الرد، والجهة الشمالية، جهة الشام. هذه الجهة كان فيها الروم. الروم كانوا يسيطرون على بلاد الشام، الروم النصارى، وكان معهم نصارى العرب، هم نصارى ولكن بعضهم روم، يعني عجم ليسوا من العرب، وبعضهم عرب، نصارى عرب. هذه الناحية
كانت شديدة على الإسلام والمسلمين ناحية الروم، وحاولوا أن يصطدموا بالمسلمين مرات قبل ذلك، وهذا استدعى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إجراءات، منها معركة مؤتة الشهيرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وتقاتلوا مع الروم في معركة مؤتة الشهيدة. كان الجيش بقيادة جعفر بن أبي طالب، وكان معه زيد بن حارثة، وكان معه عبد الله بن رواحة، وقتل 3 في هذه المعركة، حتى استلم القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضاه، وفتح الله عليه، صمدوا وقتلوا أعداد من الروم، ثم رجعوا إلى المدينة بحمد الله عز وجل. هذه معركة مؤتة. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في غزوة تبوك في العام 9 أيضا لقتال الروم، ولكن لم يحدث قتال، لم يأتي الروم. النبي خرج ووصل إلى مشارف الشام قريب الشام وهم لم يخرجوا. المقصود أن هذه الجهة كانت شديدة، تطلبت إجراءات يعني متعددة. قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا ثالثا، هو جيش أسامة، جيش أسامة، وكان النبي يريد أن يبعث به إلى هذه الناحية أيضا المرة الثالثة، علما بأن في مملكة أخرى أو قوة أخرى في ذلك الزمان، وهي قوة الفرس. قوة الفرس وكانت قوية وشديدة، ولكنهم لم يحاربوا الإسلام، لم يحاولوا أن يصطدموا بالإسلام والمسلمين كما حاول الروم. لذلك بنقول أن الروم استدعوا يعني إجراءات متعددة، معركة مؤتة وغزو التبوك وجيش أسامة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة يعني مرابط، يعني خرج المدينة بقليل، وكان النبي يريد أن يبعث به إلى تلك النواحي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب أو معظم العرب، أمر أبو بكر بإنفاذ جيش أسامة، يروح جيش أسامة إلى تلك النواحي. ليه؟ في خطورة، في قبائل في هذه النواحي دخلت في الإسلام، وفي قبائل أعطت الجزية، ولكن عندهم استعداد لأن يمنعوا الجزية، مسافة بعيدة جدا وفي أمور، فهذه الناحية تحتاج إلى توطئة، تمهيد، تحتاج إلى إجراءات باستمرار. المقصود أن جيش أسامة هيبعته لتوطئة الأمور في تلك النواحي. القبائل التي تدفع الجزية تستمر، عندما تشعر بقوة الإسلام وقوة المسلمين سوف تستمر في دفع الجزية، وإذا شعروا بضعف تراخي قبضة المسلمين عن تلك النواحي سيمنعون الجزية. أيضا القبائل التي دخلت في الإسلام وهي قريبة من الروم، النصارى أقوياء، لهم دولة، لهم قوانين، لهم أعداد، لهم عدة، قد يرتدون عن الإسلام إلا إذا شعروا أن هناك قوة إسلامية مستمرة في هذه النواحي. بعث أبو بكر جيش أسامة، وبعض الصحابة يعني اعترضوا. ليه؟ لأن موضوع الردة كان خطير جدا، قبائل كثيرة جدا ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بقى صعب، أعداد المسلمين قليلة وقبائل كثيرة تفكر في غزو المدينة، فمحتاجين كل راجل، كل جندي للدفاع عن المدينة، للدفاع عن الإسلام، للدفاع عن المسلمين. في الأحوال العصيبة ديت أمر أبو بكر بإنفاذ جيش أسامة،
إخراج جيش أسامة يعني يخرج إلى الناحية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر شديد التمسك بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي النبي يحبها الحاجة اللي النبي أمر بها تتعمل، الحاجة اللي النبي يحبها أو كان يحبها تتعمل. دي صفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأمر بإنفاذ جيش أسامة. الصحابة قالوا له كيف يعني المدينة معرضة لل، وبعدين المرتدين كان عندهم نوايا ان هم يقتلوا المسلمين ويأخذوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يقول لو تخطفتنا الطير، لو الطير تخطفنا كده، وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين، يعني روح الطير خطفتنا وحتى أمهات المؤمنين ما عادش فيه اللي يحميهم، لأنفذن جيش أسامة. كل الأحوال النبي كان أمر إيه الجيش ده يطلع يبقى هيطلع. هم يقولوا له إن إحنا عددنا قليل يهجموا علينا، يقول لو تخطفتنا الطير هطلع جيش أسامة. ها؟ لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين لو انفذنا جيش أسامة هيطلع جيش أسامة. وبالفعل طلع جيش أسامة الحمد لله وراح إلى مشارف الشام، والحمد لله لم تحدث معارك طاحنة. حصلت معارك أو مناوشات قليلة، الحمد لله كان النصر لجيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن القبائل العربية التي مر بها جيش أسامة قالوا ما خرج هذا الجيش من قلة، ما خرج هذا الجيش من قلة، لو كان في قلة في العدد في المدينة ما كانوا ما كانوا حافظوا على الجيش. طالما طلعوا الجيش يبقى في أعداد كبيرة جدا، يبقى في جيوش كتيرة جدا، يبقى في قوة كبيرة جدا، وبالتالي طالما في قوة هيقولنا تاني زي ما قلنا قبل كده في تبوك، وهيقولنا تاني زي ما قلنا قبل كده في مؤتة. فثبتت القبائل المسلمة، ثبتت، والقبائل اللي بتعطي الجزية ثبتت. راح جيش أسامة ورجع الحمد لله. وبعدين كانت الخطة عجيبة جدا ان جيش أسامة يمشي من طريق ويعود من طريق آخر، فهو ماشي في قبائل هتشوف، وهو راجع في قبائل تانية هتشوف. مكسب. ها؟ المقصود الحمد لله كان له بالغ الأثر في استتباب هذه النواحي. بس رجع جيش أسامة رضي الله عنه ولسه الأخبار بتوصل للنواحي دي، الأخبار توصل ده اليمن فيها ردة وفيها حروب ومعارك كبيرة جدا، ده اليمامة، ده كنطليحة، ده أهل عمان، أهل البحرين، أهل مهرة، ده سجاح، ده مالك بن نوير، الأخبار توصل القبائل ديت. فبرضو بدأ يقولوا إيه، خلاص الجيوش أنهكت، الجيوش الإسلامية أنهكت. الأول كانوا عارفين إن في جيوش كتيرة، طب جت لهم الأخبار إن الجيوش طلعت وحربت، بس بقى في أفكار جديدة جدا إن الجيوش أنهكت، فممكن يفكروا تاني إن هم إيه يمنعوا الجزية. مين هيجي لنا بقى بعد التعب ده؟ أو إن القبائل الإسلامية تفكر ترتد زي بقية قبائل الجزيرة ما ارتدت، ويلحقوا بالنصرانية مرة ثانية، فلابد من إجراء جديد. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بإرسال جيش بقيادة خالد ابن سعيد ابن العاص. وسيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص من الصحابة القدامى، أسلم قديما مبكرا رضي الله عنه وأرضاه. أسلم يعني تقريبا في توقيت إسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وربما يعني قبل كما قيل في بعض الروايات قبل علي بن أبي طالب
رضي الله عنه، أو ربما بعده بقليل يعني في توقيت متقارب، أسلم مبكرا جدا سيدنا خالد ابن سعيد بن العاص. وسيدنا خالد سيدنا أبو بكر جايبه منين؟ جايبه من معارك اليمن. ده كان في معارك اليمن للقضاء على الردة وفرغ منها بحمد الله، ما يرجع المدينة ويعود، وإنما أبو بكر كلفه بالتوجه إلى مشارف الشام، إلى قبيلة قضاعة. قبيلة قضاعة يا ده واخد الجزيرة من جنوبها إلى شمالها، ده رايح لقضاعة فوق هو جاي من اليمن. مسافة ده الجزيرة دي مسافة شاسعة. فشوف الصحابة كانت حياتهم إيه، يروح اليمن يحارب الردة، هيروح اليمن ويحارب الردة، ويجيله التكليف ان من اليمن على الشام، وبرضه ما يطلب الراحة ان هو يستريح او يكفي هذا، يسمع ويضيع وخارج في سبيل الله عز وجل. فعلا يخرج خالد ابن سعيد بن العاص ومعه جيشه الى مشارب الى الشام، الى قبيلة قضاعة، قبيلة كبيرة جدا وقوية، فيها مسلمين وفيها مرتدين، فيها وفيها، المسلمين ثبتوا والمرتدين محتاجين إجراء، اللي ارتد محتاجين إجراء قوة، إثبات قوة. وفعلا لما خرج جيش سيدنا خالد وصل إلى مشارف الشام، يعني القبائل المسلمة ثبتت على إسلامها، والذين ارتدوا عادوا إلى الإسلام، الأخبار بتجيلهم، كل اللي طلع من الإسلام حورب وقتل ورجع، حورب وقتل ورجع. فلما لقوا الجيش جاي انتبهوا، وسوس الشياطين ابتعدت عنهم واستفاقوا، استفاقوا ودخلوا في دين الله عز وجل، يعني مرة أخرى عادوا إلى الإسلام مرة أخرى. القبائل اللي بتدفع الجزية استمرت في دفع الجزية، والقبائل التي خرجت من الإسلام عادت إلى الإسلام، ولم تحدث مصادمات كثيرة مع جيش خالد ابن سعيد ابن العاص. رايح لمين؟ لقبيلة قضاعة وقبيلة لخم وقبيلة جذام وبلي وبهراء وتنوخ وغسان، وقبيلة غسان دي قبيلة كبيرة جدا وضخمة، والمقصود عدد 10 قبائل من القبائل كبيرة جدا، قبائل كبيرة جدا تسكن في مساحات كبيرة جدا في الشام. الحمد لله الأمور استقرت واستتبت، وبقت السيطرة، السيطرة للإسلام والمسلمين، الحكم للإسلام والمسلمين. ده إجراء، وإلا لو الجيش غاب، لأن المنطقة دي عايزة إجراء باستمرار زي ما قلت لك، مع مؤتة، تبوك، جيش أسامة، وجيش خالد بن سعيد بن العاص، ده يبين لك المنطقة دي فيها إيه. دي مش زي بلاد فارس، مش زي بلاد فارس، وبلاد فارس برضو مش ساكتين، بس ما كانوش يتعمدوا الصدام المباشر مع المسلمين. ممكن يعني زي ما عملوا كده مع سجاح، سجاح المتنبئة الكذابة، الفرس اللي دفعوها وأغروها بغزو بلاد العرب، الفرس، وأرسلوا إليها بالمساجين، أطلقوا المساجين وخرجوهم مع سجاح المتنبئة الكذابة، وأيضا يعني مع أهل البحرين بعتوا لهم المساجين بأعداد كبيرة جدا لحرب الإسلام والمسلمين. هم ما كانوش يتعمدوا الصدام المباشر، أما الروم تعمدوا الصدام المباشر مع المسلمين. ده الجيش الأولاني اللي سيدنا أبو بكر الصديق بعث به إلى بلاد الشام، بلاد الشام. فشوف إجراءات، وإلا لو اكتفى بجيش أسامة اللي راح قبل كده، المنطقة دي تحتاج إلى إجراءات مستمرة. ودي قيادة الصديق وخلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه. شخصية الصديق شخصية فذة، والحمد لله أن ربنا بيرزق للمسلمين بشخصيات مثل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ما يعرف التراخي، ما يعرف التراخي، ما يعرف الضعف ولا الاستسلام، وعنده تصميم، تصميم شديد جدا،
وصرامة وقوة في الحق لإحقاق الحق، وطبعا يعني محبة شريعة الإسلام ونشر الإسلام، محبة شريعة للنبي عليه الصلاة والسلام. دي الجيش الأولاني ذهب إلى قضاعة ونواحيها، النواحي اللي في الشام، والحمد لله المهمة بتاعته انجزت، استتبت الأمور واستقرت الأحوال بحمد الله عز وجل. في منطقة تانية هي داخل الجزيرة العربية وأيضا قريبة من الشام، منطقة دومة الجندل. دومة الجندل اللي الملك بتاعها أكيدر أو أكيدر دومة الجندل، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض عليه الجزية في غزوة تبوك. النبي أرسل إليه خالد بن الوليد وجاء أكيدر دومة، وتم الاتفاق معه على أن يدفع الجزية. الأمور تغيرت وبدأ أكيدر دومة يفكر في منع الجزية مع كل التغيرات اللي في جزيرة العرب، هو ما منعهاش. النبي يفكر ان ربما يعني تناثرت العبارات والألفاظ والكلمات، ان هو متردد في إرسال الجزية. اللي متردد ده ايه اللي يتعامل معاه؟ جيش يروح لحد عنده، جيش تاني. فين الجيوش؟ سيدنا أبو بكر يعمل جيش بقيادة عمرو ابن العاص رضي الله عنه وارضاه. عمرو بن العاص برضه وكمان خارج بجيش الى دومة الجندل. دومة ده اسم مكان على اسم شخص، يعني دومة. الجندل كلمة الجندل يعني قطع الصخور اللي يعني في حجم قبضة اليد او اكبر، الكف او اكبر، لان الحصن اللي حوالين البلد دي كان ما كان من حجار من الجندل، الجنادل اللي هي ايه اللي احنا نقول عليه انتاري مثلا، يعني حجر في حجم الكف كده او اكبر قليلا. دومة الجندل الحصن مبني بالجندل او الجنادل. فكون ابو بكر جيشا رضي الله عنه وارضاه بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وبعث به الى دومة الجندل. خلاص وصل الجيش ويعني تجول في هذه النواحي. القوة، إثبات القوة أو تواجد القوة، ده يخلي أي واحد بيفكر فكرة يلغيها. اللي متردد في دفع الجزية خلاص هدفع الجزية، اللي متردد في أمر من الأمور خلاص تنقشع عنه هذه الأفكار، تبتعد عنه هذه الأفكار. مهم جدا التواجد العسكري، تواجد القوة أو إظهار القوة. إظهار القوة للناس يجعل الناس يعني تسكت وتتوقف، يعني خصوصا لو كانوا مخطئين. يعني انت عندك اتفاق، انت عندك يعني في اتفاق سابق على دفع الجزية، لماذا تنقض العهد تتوقف عن الجزية، عن دفع الجزية؟ وشعر ان في ضعف في قوة المسلمين؟ الاحوال اتغيرت؟ لا، الاحوال الحمد لله ما زالت قوية، والامن مستتب والجيش موجود ويوصل لك في أي لحظة، في أي وقت الجيش يوصل لحد عندك. فدي إجراءات قام بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في وقت بالغ الحساسية وبالغ الحرج، فترة عصيبة جدا. فالحمد لله الأمور تستقر، ترجع تاني تهدى تستقر، والحمد لله هذه الناحية أمنت تماما. خلاص اللي بيدفع الجزية هيدفع الجزية، اللي كان مسلم بعض القبائل في هذه النواحي كانوا قد منعوا الزكاة، لما يروح الجيش تا خالد ابن سعيد بن العاص هيرجعوا تاني لإخراج الزكاة، إن انفاضت سيرسلون بها إلى المدينة واضح، ويرجعوا فيها لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان امور كتيرة جدا اللي كانت اختلت
رجعت تاني استقرت الحمد لله. فبات الجزيرة بقى اليمن خلاص، الشام خلاص، اليمامة خلاص، البحرين خلاص، عمان خلاص، كل المناطق الحمد لله بعد جهاد بعد جهد حروب وطح. والحروب دي في بعض الجولات كان المسلمين بينكسروا في جولة والتانية والتالتة، حصل مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وحصل مع أهل مع حرب أهل عمان ممكن، وحصلت في اليمن الأسود العنسي لما استقل بصنعاء. المقصود أن كانت أحوال صعبة، أحوال صعبة جدا، ولكن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني ربنا مع المسلمين مع الأحوال الصعبة دي الحمد لله، يعني ربنا نصر أهل الإيمان وأهل الإسلام واستقرت الأحوال والحمد لله. إيه الخطوة القادمة؟ سيدنا أبو بكر لا يهدأ لا يكتفي، وإنما كتاب على طول. سيدنا خالد بن الوليد فرغ من معركة اليمامة مع بني حنيفة ضد بني حنيفة مسيلمة الكذاب، فيجيله الكتاب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يأمره أنه يتوجه إلى العراق لفتحها، العراق اللي بيحكمها الفرس، ودول قوة عندهم الأعداد لا حصر لها، أعداد كبيرة جدا وقوة كبيرة جدا فرس. وسيدنا أبو بكر بعد الحروب الطاحنة دي يبعت الأمر لسيدنا خالد توجه إلى العراق لفتحها، ما في راحة ما في توقف، زيادة على طول، دي جولة جديدة بقى، مرحلة جديدة. يمكن الجزيرة العربية كانت أسلمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس عادوا إلى دين الله أفواجا الحمد لله، إيه المزيد؟ ما يعودش في الجزيرة العربية، لا يكتفي بهذا وإنما يتوسع، يتوسع، يبدأ في الفتوحات الإسلامية. كتب أبو بكر كتابا إلى خالد بن الوليد يأمره أن يتوجه إلى العراق لفتحها، ثم يتوجه إلى المدائن. المدائن دي عاصمة كسرى، عاصمة الفرس، ده رايح هيحارب دولة فارس. يا دولة فارس دي دولة كبيرة جدا ولها قوة كبيرة جدا، حتى لو كانت قوة عظمى، هي قوة عظمى في ذلك الزمان. وأبو بكر ما يرتهب، ما يرهب من القوة العظمى، ما يرهب من القوة العظمى، أي نروح لها ونفتح بلادها، نغزوها في بلادها. ده مش كده وبس، إن شاء الله لما يا ربنا يصل لنا ويدينا ويديكم طولة العمر هنشوف إن القوة العظمى الثانية الروم، أبو بكر الصديق برضو هيبدأ في غزو الروم في بلادها. يا الهمم العالية قوي، هم عالية، عزيمة قوية جدا. أصل يا جماعة الإنسان يستعلي بدينه، المسلم عالي بدين، إنما يقول لك دي قوة عظمى ملناش دعوة بيها، حدش يقرب منها، دي قوة عظمى احنا مالنا ومالهم. دي يعني نظرة استخذائية دونية، ده واحد منهزم نفسيا، واحد منهزم نفسيا. ده زمان ربنا قال عن الكفار والمنافقين، قالوا عن المسلمين ايه؟ غر هؤلاء دينهم، قالوا غر هؤلاء دينهم، ايه اللي طالعين يحاربوا المشركين؟ وايه اللي 300 اللي في غزوه بدر 300 وشويه طالعين يحاربوا 1000؟ غر هؤلاء دينهم، ايه المغرورين دول؟ لا معاهم سلاح مناسب ولا معهم عدد مناسب، ايه؟ انما الامور ما مش بالتفكير ده. المقصود ان الكتاب وصل لسيدنا خالد، سيدنا ابو بكر بقى يقول له ايه؟ يقول له ان انت تسير الى بلاد العراق وتبدا بالابله. الابله دي زي ما انت شايف على الخريطه، الابله
في يعني من اليمامة هو أقرب إلى الأبلة، والأبلة دي مدينة، ومعاها على نفس الخط الحيرة، ومعاهم على نفس الخط فوق المصيخ أو المضيخ. دول ثلاث مدن أساسيين تابعين لفارس، تابعين لفارس. وخد بالك أن الحيرة وصد منها من ناحية تانية الشرقية المدائن، عاصمة الفرس. وأبو بكر بيخطط كأن الخريطة قدام منه كده، عايز يخش على المدائن، على العاصمة بتاعت الفرس. هيخش لها ازاي؟ لازم يأمن الأول يعني هذه الناحية، الجبهة دي، دي في جبهة كبيرة جدا لازم يأمنها، جبهة كبيرة جدا، بحيث ان بعد كده هينطلق إلى المدائن. فلازم يفتح الجبهة دي، افتحها تماما. فيبعث لخالد بن الوليد أن يبدأ بالأبلة يفتحها. هقول لك وإيه الكتاب اللي كتبه له، وبعدين يروح للحيرة، يروح للحيرة. ده خالد اللي هيجي من اليمامة. وعندنا سيدنا عياض بن غنم، ده في مكان بين الحجاز وبين العراق، فيقول له، يبعث له كتاب يقول له انت تفتح العراق من المصيخ، ثم تجتمع انت وخالد بالحيرة. واحد هيجي من تحت، واحد هيجي ايه من فوق. شوف ابو بكر بقى بيد الخريطة، عشان الاثنين هيتجمعوا في حيرة ويخشوا كده. ده ابو بكر ده حاجة كبيرة جدا في نفس التوقيت، مش كده وبس. ويقول من سبق منكما الى الحيرة فهو الامير، اللي يسبق يخشها الاول، يفتحها الاول هو الامير، والتاني يبقى تحت منه. بس لما تفتحوها واحد منكم هيفضل في الحيرة والتاني يتقدم الى المدائن. دي خطة، خطة حربية. ده سيدنا ابو بكر في المدينة وكأنه في غرفة العمليات، وكأن في الخريطة، وسيدنا أبو بكر عارف. طيب ما ممكن يوصلوا المدائن من الأبلة، يعني هيخش على الأبلة ويروح على المدائن، صح ولا مش صح؟ طب ما في ناس هنا في الحيرة هيقولوا من ورا، مش عايز حد يجي من ورا، عايز الجيوش الإسلامية لما تنطلق للأمام يبقى الجبهة اللي وراها ايه كلها اتفتحت، صح ولا؟ كان ممكن يقول لسيدنا عياض بن غنم من المصيخ على المدائن، او لسيدنا خالد من الأبلة على المدائن. لا، لسه في مساحات، فلازم حماية لجيش سيدنا ابو بكر، يحتاط للمسلمين جدا، ما يدي فرصة ان الجيش حد يجي له من ورا يقتل في المسلمين. او عنده اجراءات، عنده تصور، عنده خطط، فاهم؟ وقل أجمل من هذا، موفق. موفق، ربنا منور بصيرته. وإلا من غير توفيق المخ برضه تفوت منه حاجات كثيرة جدا. إلا ربنا ينور بصيرته ويوفقه، يلهمه الصواب والسداد. سيدنا أبو بكر بقى يبعث لسيدنا خالد، أرفق بالناس بالراحة. مرة قبل كده يقول له الناس تعملهم بغلظة شديد جدا، لا ده خلاص، ده ايام الردة، احنا بدأنا مرحلة جديدة. ارفق بالناس، اعرض على الناس الاسلام، ان قبلوا اقبل منهم، ان رفضوا اعرض عليهم الجزية، الامور اللي ان قبلوا اقبل منهم، ان رفضوا استعن بالله وقاتل القتال. لازم دعوة للاسلام، ما كانش كده يبقى ادفعوا الجزية من غير ما نحارب. اصل يا جماعة الاسلام ما يحبش الحرب على طول، لا يتشوف للحرب. الاسلام مش حرب يعني بسرعه، لا، ده يقول له ادعوهم للاسلام، خلاص اسلموا قابلوا الاسلام والدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، خلاص هذا احب الينا. طب مش عايزين الاسلام برضو، مش هنحاربكم، الجزيه، تدفعوا الجزيه الاول، قابلوا يدفعوا الجزيه نقبل منهم ولا نقاتلهم. طب ان رفضوا، رافضين الاسلام ورافضين الجزيه،
استعن بالله وقاتلهم، استعن بالله وقاتلهم. دي الأمور. نمرة اثنين، سيدنا أبو بكر يقول لخالد خذ كل من مررت به من المسلمين، رايح حتة محتاجة أعداد كبيرة جدا زي ما هتشوف بعد كده. سيدنا خالد طالع من اليمامة، من اليمامة بس مع 2000، وحيعدي على قبائل العرب اللي أسلموا، يجيب من القبيلة دي ويجيب من القبيلة دي. وكان سيدنا أبو بكر قال له لا تستكره أحدا على الخروج، مش غصب عن الناس، حرية، كل واحد حر. اما احنا عندنا الحرية في الإسلام، الناس النهاردة عايزين حرية حرية، ومفكرون ان الإسلام ده في حرية، في حرية في مسائل معينة وكثيرة جدا. تقييد الحرية ده لصالح الناس، حتى في بعض المواطن لصالح الناس كلهم، مش الأفراد، مش فرد فرد. المقصود ان سيدنا أبو بكر يقول له لا تستكره أحدا على الخروج، اللي تمر بيهم من المسلمين استعين بيهم، ولا تستكره أحدا على الخروج، اللي مش عايز يطلع مش عايز يحارب لا تكرهه، لا تفرض عليه، لا تجبره على الخروج. سيدنا خالد يمر بالقبائل الإسلامية، يمر بيهم رايحين نحارب الفرس، من يريد من يحب أن يقاتل الناس، فجمع يعني في الطريق حوالي 6000، 6000 في الطريق. وبعد كده انضم إليه يعني المثنى ابن حارثة الشيباني، نتكلم عنه إن شاء الله بعد كده. وبعد كده انضم إليه جيش عياض بن غنم، عياض بن غنم كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله. إنما هتلاقي في الحروب اللي جاية الجيش الإسلامي 18 ألف، وجيش الفرس 100 ألف، حاجات بقى الأرقام الفلكية دي حاجات. بس هو المقصود إيه؟ إن مش تعبئة عامة لكل المسلمين يروحوا، مش حد بيكره، بس كل واحد يبقى عارف احنا رايحين نحارب الفرس، مين اللي هيجي؟ حرية، اللي خلق في سبيل الله، ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، عن طواعية، عن طيب نفس، عن طيب خاطر، حدش بيكره. المقصود ان سيدنا أبو بكر يقول لخالد لا تستكره أحدا، استعن بمن مررت به من المسلمين ولا تستكره أحدا. الأمر الثالث، سيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ لا تستعن بمن ارتد عن الإسلام وإن عاد إلى الإسلام. اللي ارتد قبل كده ما تاخدوش معاك، لو كان لسه مرتد ما تستعنش بيه، ولو رجع للإسلام تستعنش بيه. ليه؟ هيروح هناك، هيروح هناك وهو ممكن تجد ظروف يرجع للردة تاني، هيتعرض لضغط، ضغط نفسي وضغط عصبي وأحوال صعبة جدا، ممكن يرتد تاني، ولسه العهد قريب، لسه العهد قريب. سبحان الله، ما هذه الإجراءات؟ ده حاجة جميلة جدا، حاجة طيبة جدا، نموذج انت تبقى واقف مشدوه مبهور وانت بتتابع كده. أبو بكر كان بيفكر ازاي، بيقول ايه، نفسيات الناس، ده لسه كان مرتد قريب بس رجع للإسلام تاني، وانت هتوديه عند الفرس، حول صعبة جدا، اعداد بقولك هيشوف 100 ألف، 100 ألف والمسلمين قلة، يا خبر، ده هيفكر في ايه؟ ده صعب جدا. ده أبو بكر عايز يحافظ على دينه وإسلامه، ياخد كده مدة يترسخ في الإسلام، ما يعرضوش. فقول لخالد لا تستعن بمن ارتد وإن عاد إلى الإسلام، يبقى الجيش كله اللي هيروح معاه ده مسلمين أصلا. ويروح سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه، هيتوجه من اليمامة إلى الأبلة. نقف كده مع سيدنا خالد شوية ونسيبه وهنيجي تاني. سيدنا عياض ابن غنم رضي الله عنه وارضاه، لأنه قريب قوي من 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 شمال العراق، فسيدنا أبو بكر برضه يبعته لشمال العراق،
مش سيدنا خالد اللي هيروح من يفتح المصيخ او المضيخ، لا، سيدنا خالد من اليمامة قريب بالأبولة يروح الأبولة، عياض بن غنم قريب من المصيخ روح المصيخ، هيفتحها من فوق والاثنين هيلتقوا في الحيرة. فاضل عندنا المثنى ابن حارثة من بني شيبان. ده سيدنا المثنى كان قبل كده، قبل سيدنا خالد ما يتحرك وقبل سيدنا عياض بن غنم، كان أرسل إلى الصديق يستأذنه أن يحارب بمن معه من بني شيبان الفرس. قال له الدين الإذن أنا أحاربه، فقعد يحاربهم بس ما فيش إنجاز قوي، ما فيش حسم، قعد يحاربهم شوية وبعدين ما عملش إنجاز. فيبعت لأبو بكر الصديق إن ابعت لي مدد، ابعت لي مدد، خلاص انت خدت فرصة للمدد بقى. سيدنا خالد رايح له في الطريق، يقول له اذا جاءك جيش خالد فكن معه انت ومن معك من قومك، ائتمر برأيه، لا تخالف له امرا ولا تخالف له رأيا، حتى الرأي سيدنا خالد رأيه كذا ما تخافوش في الرأي، ما بالك بالامر بقى، ده لما يؤمر ما تخالفوش في الامر. وهو المثنى بن حارثة الشخصيه كده، ان شاء الله تيجي فرصه ونتكلم عنه بعد كده رضي الله عنه وارضاه، المثنى ابن حارثة من بني شيبان. فسيدنا ابو بكر هيقول له كلام واضح جدا، ان جاي لك خالد بن الوليد، ما تحصلوش امر ولا تخالفه في راي. ويقول له الايه، يقول له ايه؟ يقول له ان خالد احسبه من الذين قال الله عز وجل فيهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء ايه، يقول له هو الاستقلال من دول، اشداء على الكفار رحماء ايه بينهم، فهو ده من اللي تنطبق عليهم الايه ديت، فما تعصلوش امر ولا تخالف له راي انت وقومك. حاضر، السمع والطاعه. انما خرج واحد تاني جنب المثنى بن حارثة من عيلته، ها، من عيلته، وبرضه عايز ينفصل عن المثنى، وهو كمان عايز يحارب الفرس لوحده، بقى في انشقاق، وبرضه يبعت للصديق ان اذن لي، ما هو لازم اذن، ما هو مش فوضى، في خليفة، في قيادة، محدش بيتصرف من دماغه، صحيح بعيد قوي عن الخلافة بس ما يجوز تعدي الخليفة، لازم أوامر يبقى معروف الدولة والخلافة بتدار بالخليفة، عشان تصرف لوحده. بعت يطلب الإذن بمحاربة الفرس، سيدنا أبو بكر يقول له هيجي لك جيش خالد تنضم أنت ومن معه إليه، يجمع بقى الناس بدل ما ده لوحده وده لوحده. وسيدنا المثنى ابن حارثة كان طلب مدد، أبو بكر يقول له المدد، أنت طالب مدد هيجي لك جيش خالد تنضمه. حتى سيدنا خالد في بعض المعارك يعني طلب مددا، عايز مدد، وأبو بكر يرسل إليه بفرد واحد، القعقاع، قعقاع، يقول له عايز مدد، ابعت لي عدد، ابعت لي جيش، وراح ابعت له القعقاع ونشوف ايه اللي حصل. وابو بكر سيدنا خالد قال ايه؟ وابو بكر رضي الله عنه بماذا اجابه ورد عليه. خلاص بقت ادي الخريطه اهيت، سيدنا خالد الاتجاه بتاعه هيروح الابله، وسيدنا عياض بن غن هيروح المصيخ او المضيخ يفتحها، وسيدنا خالد من تحت، ويلتقوا الاثنين في الحيره. ليه يلتقوا في الحيره؟ اشمعنى الحيره؟ الحيره لها صلة بالمدائن، يعني المدائن عاصمة الفرس قريبة منها وقريبة جدا، ولأن الحيرة لها صلة بالشام، ولها صلة بالجزيرة، ولها صلة بمناطق في العراق، ولها صلة بمناطق في فارس، فهي مدينة استراتيجية، هي دي اللي هتبقى السرة بتاعت الإقليم ده كله، هي دي. سيدنا أبو بكر عارف المعلومات، عنده المعلومات، يخش منين، يختار انه مدينة عشان يخش منها، وانه مدينة هتبقى القاعدة، القاعدة، عنده المعلومات،
وعنده القرارات يعني الحمد لله عز وجل واضحة جدا وستبدأ في التنفيذ إن شاء الله. سيدنا خالد لما راح الأبولة حصلت كده مواقف إن شاء الله سوف نحكي عنها فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إيه اللي دار، إيه اللي دار بقى بداية فتوحات العراق، الأحداث والوقائع التي حدثت سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله عز وجل.